لكن ذكرياتك بقى مع عبارات القمة، استعداداتك انت وانت بس، انت هتكلمني انت في نادي الزمالك بس، استعداداتك وانت في انا بص، انا كلمتك ليه؟ وانا بقول لك ايوه هنا في طبعا ده رعب اكيد وهنا في رعب. صح، لكن هنركز بقى خلاص انت ايه يعني النجم الذهبي والهداف التاريخي بتاعنا، فهنتكلم على استعداداتك بتبقى ازاي، المباراه دي بتتعامل معاها ازاي، لاني اعتقد المباراه دي ومحدش يختلف على كده بيبقى ليها جانب نفسي ولها جانب فني وبدني، طبعا ده شغل مستر فيريرا وكابتن اسماعيل وكابتن حسين ياسر وقبل منهم كمان كابتن اسامه لبيب اللي هيبقى نتكلم عنه النهارده، نقول له كل عام وهو طيب بنسبه عيد ميلاده، فعندنا كلام كتير فني، لكن تاريخيا بقى وقديما يعني انت قبل كده كنت تستعد للمباراه دي ازاي؟ طقوسك فيها ازاي؟ بتفكر فيها ازاي؟ بتستعد لها ذهنيا ازاي؟ بص، احنا طبعا زمان ما كانش عندنا معسكرات، ما كانش في حاجه اسمها، احنا كنا زمان بنأجر شقق، احنا 5 6 لعيبه ويأجروا شقه يناموا فيها، لتاني يوم نروح نفطر الصبح، نروح النادي نتغدى ونطلع على الاستاد. فبعد كده بدأ يتعمل معسكرات، وبدأ حته المعسكرات دي تبقى اساسي للفرقه وكده. يعني انت ما لحقتش فترة المعسكرات دي خالص؟ لا لحقت خلاص، ما انا لا لحق، ما انا بقول لك قبل يعني قبل نعم كده الفترة يعني. الأولانية فكنا يعني بنهتم جدا ان احنا ننام كويس، نتعشى كويس جدا جدا، وننام كويس قوي قوي، ونصحى براحتنا عشان الماتش ده عايز مجهود، عايزك تبقى مرتاح كويس، وتروح النادي تفطر، وتروح النادي تتغدى، وبعد كده تخش على المباراة. بتعمل كل احتياجاتك ان انت هتروح ازاي، بس مهم جدا هتروح ازاي. نعم يا اما هتروح والناس كلها شايله الاتوبيس، نعم يا ان اما شاء الله. هتروح والناس كلها بتحدف الاتوبيس بالطوب. لا احنا في الحالتين احنا مش بص هنوصل ده للدرجه الثانيه دي، لكن بس ان شاء الله دي نصحى. روحنا الحمد لله كويس، نعم ده هدف جميل جدا. انا عايز اقول، عايز بس اتكلم على الهدف دي دوت، يعني دي برضو وفي لقطات ناس واهداف هتستغرب. للكابتن جمال عبد الحميد، بس عشان الساده المشاهدين يكونوا بص معانا كده يعني ايه نبدا بيها يعني فيها بص، الخير كده ان ده شاء الله حماده باذن عبد الله. اللطيف رفع اوفر، نعم وانا كنت رايح بدماغي فلقيتها نزلت تحت، حطيتها عايز اتكلم بصراحه يعني قوي. لا لا، رجع الهدف تاني، هات وقف لنا الكره تاني وانا معلش يا بجيبها، استاذ طايل معلش رجع ونرجع تاني. ايوه، وقف وانا بجيبها كمان. بس بص بقى يا كريم، انا اتعورت في النادي الاهلي، قصبت رجلي الشمال ديت، واللي عورني اكرامي اللي وقف جول، وانا اصلا جيت احطها بدماغي فلقيتها واطيه مستوى شويه، مستوى اقل. فروحت نازل برجلي، فلما جيت احطها برجلي كانت هي في نص رجلي اللي هي في نص القصبه المكسوره، مكان الإصابة. فما جت في القصبه المكسوره جت في انا كنت عايز احطها في الزاويه البعيده، فما جت في القصبه المكسوره جت في الزاويه القريبه، ماشي ماشي بالراحه، بص في القريبه بس، وقف هنا في القريبه، فجت في نفس الاصابه بالظبط اللي اتعورت فيها، من النادي الاهلي، من اكرامي، من القصبه اللي في رجلي. ده بقى كان جول ده جميل رد جدا، من ربنا بقى سبحانه أراد وتعالى، من لان طبعا، طبعا يعني هو اكرامي ما يقصدش طبعا، لا طبعا بس لا هو اكيد. يعني شوف ربنا بقى. نعم وكان اول هدف رسمي اجيبه، انا جبته قبل الماتش دوت، جبت هدف في حب مصر، ده كان اول هدف رسمي بس ليا في نادي الزمالك. بص لو بصيت للكوره تلاقيها في نص رجلي، في نص نعم رجلي مش في حتى ايدها. اكرامي كمان ده كان بقى واقف. فاول، نرجع تاني الفاول ده عشان ده ليه ذكرى، اما يبقى من ورا احسن يعني، مشيها وبقى جهتها من ورا كمان. الفاول ده كنا خسرانين 1-0، وبعدين جه المفروض ضربه جزاء، الحكم طبعا انت عارف الحكام بتوع زمان ما ها كانش فيه فار ولا بتاع، راح مرجعها خطوه، فانا طلب سيبوها كده كده هي ضربه جزاء بالنسبه لي، لان انا بقى الفاولات دي اتخصص بيها. فشوبير كان بيوقف الحيطه 8، فما كانش بيشوف الكوره، فانت لو حطيتها له في اي زاويه هتيجي جول، فانا حطيتها له بهدوء كده، بص طالعه ازاي، بهدوء في الزاويه اللي فوق الحيطه، كان هو في الزاويه الثانيه على بال ما قام عقبال ما يشوفها، هيرجع خلاص على بال ما قوم يشوفها. كرة أسرع. لا لو في من ورا، لا ما فيهاش من ورا للاسف. دي بقى يا ريت من غير صوت، علشان المذيع الله يرحمه كابتن جويني قال جمال عبد الله، وهي رقم 14 باينه زي جمال عبد الحميد، ما هو قعد برضه يقول يعني جمال عبد الله سهو جمال عبد يعني الله، هو اصلا سهو. بيتهيألي جمال عبد الله ما لعبش أعتقد الماتش ما ده. كانش قاصد بص يعني. انا ثانيه نعم واحده، استنى بس استنى، هو برضه 14 قلت لهم يعني. دي برضه ضربه جزاء مش مشكله، طب دي كانت المفروض ضربة جزاء برضه. لا، طيب. بس قلت لهم دي زي ضربه جزاء. بص بقى نعم. الحيطه كام واحد، عد الحيطه 1 2 3 4 5 6 ايوه 7، 7 المره دي، 7 بس. نعم. فهو مش شايف، نحطها حط ماشي برضه في زاويه الحيطه، في زاويه الحيطه الناحيه الثانيه في شوبير. فده الجول الثالث، كان جول جميل جدا. في جول بقى او بص الحيطه قد ايه، بص شوبير راح يمين، 2 4 6 7 1 بص 8 راح 7. يمين، ماشي ماشي ماشي، راح يمين
على بال ما يرجع وخلاص، ما هو مش شايف الكوره. هي في زاويته اهي، هو واقف في زاويته. ايوه ماشي، بس هو واقف في زاويته، هو غلطان، هو مش شايف الكوره. نعم. فافتكرني احطها زي المره اللي فاتت. ايوه فعملتها، حطيتها له في زاويته، فحطيت له في زاويه ثانيه. الجول الرابع بقى بتاع ضياء السيد ده، يا ريت يكون عندكم، ده جميل جدا. اكيد لو انا خدتها بدماغي هنحاول وحطيتها، ده انا واخدها من احلى جول اللي جبتها في النادي الاهلي. هنحاول من الجوال بتاعتي يعني حلو. انا قصدي اقول لك بقى الحمد لله، احنا يعني يعني بص ماتشات الاهلي ليها ده. نرجع تاني بس عشان بس نرجع تاني معلش، ده لعبها لي كان لعبها لي هشام، مش عارف مين اللي لعبها لي، هشام يكن او مين، فالكره كانت عاليه ماشي راجع لسه راجع لاخر لقطه. طب نجيب اللعبه من اولها، من اولها بس ماشي. ما لو ما فيش ايوه كده احنا قولنا خلاص، احنا قولنا كده بس احنا هنحضرها. هي نطت، استنى بس ارقصه ازاي؟ رحت برقصه بدماغي، رقصه بدماغي، بص رقصه بدماغي. فعشان يجيبني صعب جدا بقى، خلاص خلاص بقى. ما هنا القوه شو بيه؟ اللي قال عليها اسامه حسن، اللي الاخ شعبان اتكلم عليه، انت كده بتحرض. لا دي القوه، هاته تاني. القوه مش انا اموته، القوه ان ما يبقى فيش اشتراك، هو اللي يقع في الارض مش انا، يقع من غير اذيه. هاته تاني ضيا ما تاذاش. انا هاجل موضوع اسامه حسن بعد اذنك، لان انا عندي كلام كتير فيه بس مع الرد على الناس اللي تناولت الموضوع ده مع الساده الصحفيين. طبعا هينضموا لنا بعد قليل، لان الكلام ده مهم جدا. الراجل بيتكلم على كوره، هقول لك ثانيه واحده خليه ارجع. كوره زي دي التحام اهو، ماشي طبيعي ماشي جدا. ماشي ماشي الالتحام، انا وضيا السيد التحام. القوه بتاعتك ان انت خدت الكوره، احنا الاثنين اقوياء مع بعض. هو على الارض، ادي اهو على الارض اهو. الاقوى الاقوى عدى، واللي مش اقوى وقع على الارض وقام عادي يعني. كابتن مش هروح اقتله بمطوه مثلا. يقع على الارض دي، ان انا اي كره مشتركه سواء التحام ارضي او التحام هوائي، ان انا اخد الكره والمنافس يقع على الارض. ايوه يقع على الارض، خلينا الفقره الثانيه. بس انا قصدي اقول لك فيها. كويس ان جت كده. انا بقول لك يعني هو قصده نموذج صح، اي التحام يعني انت تبقى اقوى من الاقوى. أكيد. بس في الثاني يقعد بس أكيد. فانا بوضحها بس. نعم.